نجيو البنك المغرب اليوم هو المعاناة اليومية المريرة الغير دستورية الغير قانونية اللي تتعرض لها الشخص وضعية إعاقة في المغرب في الأبناك والوكالات البنكية بدون استثناء. المعاملة هما تيقولوك أنها واحد لا لوا انترن أو واحد القانون داخلي جابوه داروا بنك المغرب كيحدد فيه كيفية التعامل مع شخص ضرير أو ضعيف البصر. هذا الإجراء هذا يتمثل في أنك أنت ككفيف أو ضعيف البصر في المغرب 2022 في ظل دستور ديال المملكة اللي كي منع التمييز على أساس الإعاقة، وهذا راه ماشي تمييز، هذا راه فات التمييز ليه، كيطلب مني نجيب كفيل أو جوج شهود أو حكم قضائي، يعني يجيب قاضي يحكم يشهد أنني أنا إنسانة قادرة نسير أموري، أنا موظفة حكومية أم لطفلين، أنا مسؤولة على أسرة، يعني أنا أصلا أنا كافلة أطفال، كيف يعقل أن نجيب أنا كفيل؟ لا يمكن، لا يعقل، حاجة منطقيا ما مقبولاش. حنا كحقوقيين كنرفضوا هذه الممارسة رفضا تاما، التجأنا للقضاء لأن حنا هذا الشيء كان لنا كامل الثقة في القضاء المغربي أنه غادي ينصفنا، لأن هذا الشيء تمييز على أساس الإعاقة. ثاني حاجة قررنا أننا نقوم بوقفات كثيرة أمام بنك المغرب، علاش؟ سواء أننا سواء في الرباط، لأن في شهر جوج راسلنا بنك المغرب وجاوبونا حنا كجمعيات فاعلة في مجال الإعاقة، جاوبونا قالوا لينا أن غادي يجلسوا معنا سيرفيس جيريديك ولكن ما عاودوش اتصلوا بنا. دونك حنا قررنا نديروا واحد بالإضافة إلى القضايا اللي حنا رافعين غنديروا وقفات احتجاجية، لأن ما باش تسمعونا باش تسمعوا صوتنا، هذا هو الطريقة اللي حنا ارتئيناها. والحمد لله دابا حنا جينا وجا السي الشريبي اللي هو كيقول انه هو المدير ديال البنك المغرب هنا في الدار البيضاء، ووعدنا بحوار في اقرب الاجل، لان انا قلت له حنا راه هذا الشيء حنا راه حساباتنا واقفه، حنا راه كنتعرضوا للتمييز، حنا راه ما تيبغوش يصيبوا لنا لي زابليكاسيون بحال الناس، انا قادر نحكمي راسي، يعني غتعامل معايا بحال اللي كتعامل مع كاع المواطنين اللي تيجيو عندك. تنطلب منك انا الحمايه وحميني، انا لو كانت عندي مبلغ كبير راه اوتوماتيكمون غندي معايا جوج ناس ولا ثلاثه، وهذا ماشي حيت ما تنمشوش، اي واحد غيمشي للبنكه وغيخرج مبلغ كبير راه غيكون معاه رفيق سواء مو ولا باه ولا خوه ولا ولده، يعني واحد الاجراء اللي عادي، اما باش تضيق لي حياتي باش ناخذ لاكارت كيشي نجيب جوج الناس، باش نجيب لاتيستاسيون دي غويب نجيب جوج الناس، باش ناخذ 1000 درهم نجيب جوج الناس، راه هذا لا يعقل. انا موظفه، انا اصلا عندي مهام مكلفاني بها الدوله، الرقمنه هي اكبر حل، لان الرقمنه كتنفع الاشخاص وضعيه اعاقه بصريه بواحد الشكل كبير، لان بزاف الابناك عندهم تطبيقات بنكيه ممتازه، يعني تخي اكسيسيبل، يعني مواتيه للقارئات الشاشه اللي حنا تنستعملوها مثلا، في حين ان هذا الشيء خصو يتعمم، في حين ان ابناك اخرى التطبيقات البنكيه ما كتراعيش ان راه كاينين مواطنين في وضعيه اعاقه كيستعملوا ديك التطبيقات، يعني المهندسين خصهم غير واحد الاشاره بسيطه يبدلوا، يعني واحد جرة قلم كما كنقولوا، يعني واحد الحاجه تقنيه بسيطه، ان الرقمنه هي الحل، ان غتحميني غنعرف معاملاتي البنكيه غنقرا ورقاتي، ورغم ان نحل واحد القوس ان الفئه كبيره من المستخدمين، يعني واحد الفئه ما نقولوش كبيره ولا متوسطه، ولكن هي كاينه واحد الفئه ديال الاميين اللي كيوقعوا على اوراق بالفرنسيه ما عارفينش شنو هي داخل الابناك، وحتى شي حد ما تيقول لهم جيبوا جوج شهود باش يقراو لكم، علاش انا اللي قادره نقرا دوك الورقه بواسطه التليفون ديالي وعارف علاش كنسيني كتقول لي لا نجيب جوج الناس يقراو ليا باش هما يطلعوا على معطياتي؟ انا هذا الشيء حنا كنرفضوه كحقوقيين، كنشجبوه وكنددوا به، وماشي دستوري وماشي قانوني، وحنا غنبقاو الى اخر رمق.